الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. أتمنى من الله إن شاء الله أن ينهي هؤلاء الأشرار ليكون العالم بخير. محاربة الإرهاب محل تثمين أميري لدور التحالف الدولي. خارطة طريق حكومية أساسها مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي. العمل الإلكتروني يسهل ويسرع من إنجاز كافة المعاملات التي تحتاجها المواطن، حتى تكون هذه المنطقة منطقة ذكية. تطوير المباني التربوية لمواكبة المستجدات الإلكترونية. الداخلية تشدد قبضتها الأمنية على خيطان. المباركية التراثية تترقب مشاريع تطويرية. إشادة أميرية بجهود التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أطلقها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله رؤساء الأركان المشاركين في المؤتمر الثامن لرؤساء الأركان لدول التحالف ضد داعش والمنعقد في الكويت. وأتمنى سموه أن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة بدعم وتحقيق الاستقرار في كافة دول العالم. من جانبه ألقى الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية كلمة أمام أمير البلاد، شكر فيها جهود الكويت على دعم التحالف الدولي. أنا لست عسكري حتى أتحدث في أمور عسكرية، كم أنا سعيد أن أرى المجموعة سواء غربية أو عربية مجتمعة كلها لهدف واحد. أود أن أقول أن أنا مسرور جدا أن أجد هذه المجموعة العربية والصديقة كلهم مجتمعين لهدف، هدف قد أزعج العالم كله. أتمنى من الله إن شاء الله أن ينهي هؤلاء الأشرار ليكون العالم بخير. على هامش لقائهما أمير البلاد، ثمن رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين الكويتيين السابقين في غوانتانامو خالد العودة ونائبه محمد الكندري، ثمن العمل الدؤوب الذي لم ينقطع من أمير البلاد وحمله هموم أبنائه المعتقلين في غوانتانامو، مشيدين بالجهود المبذولة في هذا الإطار حتى استعادة جميع المعتقلين. خلال هذه الفترة الطويلة والمتابعة المضنية وتوجيهاته السامية لجميع الأخوة المسؤولين وكذلك إلى الجهات المعنية خارج الوطن، استعدنا جميع أبنائنا من غوانتانامو، وكان آخر معتقل عاد في قبل تقريبا شهرين إلى الكويت، ونحن هنا أتينا لنشكر سموه على احتضانه لهذه القضية. تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد على أساس نشكره لعودة أبناء آخر معتقل في غوانتانامو، وتبين يعني مدى حرصه على عياله. ووصلنا رسالة آخر معتقل في غوانتانامو المعتقل فايز الكندري، وأنه يدعو له بالصحة والعافية.
جملة من القرارات والموافقات صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي تصدرها وضع الجميع أمام مسؤولياته في عملية الإصلاح للمشروع الوطني الشامل وأنجاحه لإحداث النقلة النوعية المنشودة. وفي هذا الإطار عبر المجلس عن ارتياحه لشهادة المؤسسات العالمية المتخصصة بمتانة أوضاع الكويت المالية وقدرتها على تجاوز التحدي الوطني. من ناحية أخرى، وافق المجلس على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لتقليل العقوبات على مخالفات أصحاب العمل، كما قرر مجلس الوزراء إطلاق اسم الأمير الراحل سعود الفيصل على الطريق الرئيس في المنطقة الدبلوماسية بمشرف وإحالة الأمر إلى المجلس البلدي. من ناحية أخرى، دان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات عسكرية مساء يوم الأربعاء الماضي وسط أنقرة بتركيا وأدى إلى مقتل وجرح العديد من الأبرياء، مؤكدا على موقف دولة الكويت بإدانة ورفض الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه. وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى أكد أن العمل الإلكتروني يسهل ويسرع من إنجاز إجراء المعاملات. تصريح العيسى جاء على هامش حفل افتتاح مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية الذكي، والذي يمكن من تسهيل إجراء المعاملات لجميع المراجعين للمنطقة عبر الهواتف الذكية أو من خلال موقع المنطقة على جوجل، وتشغيل صالة المراجعين بالمبنى الجديد، وذلك بما يتماشى مع التطور التكنولوجي. نعمل دائما في عملية يعني الأسلوب الإلكتروني والتدشين الإلكتروني يعني عدم الاعتماد على العمل الورقي، ودائما طبعا العمل الإلكتروني يسهل ويسرع من إنجاز كافة المعاملات اللي يحتاجها المواطن إن شاء الله. منطقة مبارك الكبير التعليمية عملت بكل طاقات إبداعية حتى تكون هذه المنطقة منطقة ذكية، وكل فخر عندما أقول مبارك ذكية مبارك تعليمية. وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 1170 مطلوبا ومخالفا للقانون في حملة أمنية بمنطقة خيطان، شملت توقيف 3548 شخصا. الحملة جاءت بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المساندة. من جهتها، قالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن الحملة جاءت استكمالا للحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تقوم بها الوزارة بهدف ضبط وملاحقة المتهمين والمخالفين والمطلوبين. طالب عضو مجلس الأمة علي الخميس الحكومة بضرورة أن تكون سياستها واضحة تجاه عملية الترشيد ومعالجة الوضع الاقتصادي، محذرا من المساسة بجيب المواطن في أي حال من الأحوال. وقال الخميس خلال حفل استقبال ناخب الدائرة الثالثة إن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الملف الأمني والحرص الكامل على تكريس الأمن في البلاد من خلال التشريعات والقوانين الكفيلة في تطوير البلاد من هذا الجانب، ودعم الوحدة الوطنية فضلا عن التركيز على ملف الدعومات والأزمة الاقتصادية. راح نطرق على ملفات عديدة، من أهم الملفات هذه راح نناقش الملف الأمني وملف الدعومات والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية. راح نناقش بعض يعني مكامن الفساد في الدولة ومؤسسات الدولة، وإن شاء الله نحاول نلقى العلاج لها بشكل واضح. يعني إن إحنا راح نقف يعني مع النائبين مع الناخبين والمواطنين في الدولة بشكل يعني قوي إن شاء الله، وراح نتصدى لقرارات الحكومة إن كانت جائرة بحق المواطنين، ولا نقبل المساس يعني في ميزانية المواطنين، لأن اليوم احنا اغلب يعني مواطنين الدولة يعني اصحاب يعني دخول متوسطة وكذا، فراح يتأثرون برفع الدعومات هذه. احنا بالعكس نطمح ان الدولة يعني تزيد من انتاجية بعض يعني بعض مكامن الاقتصادية في الدولة لإتاحة الفرص للمواطنين يعني في زيادة دخولهم ويعني مستواهم الاقتصادي، فراح ان شاء الله نتصدى لأي ممارسات من الحكومة فيما يخص يعني مس جيب المواطن مثل ما يقولون.
وافق المجلس البلدي في جلسته برئاسة مهلهل الخالد على مشروع تطوير منطقة أسواق المباركية التراثية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بإعداد دراسة اقتصادية وفنية. كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات الواردة من لجانه، ومنها منع الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف ووضع مزيد من اللافتات الإرشادية على الطريق المؤدية إلى مطار الشيخ سعد العبدالله، واقتراح بإيقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر، ووافق كذلك على توصيات بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار أمام مدخل طوارئ مستشفى مبارك الكبير. دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصص لهم بيوتا سكنية في المدن المختلفة إلى إبلاغها عن أي ملاحظات، مضيفة أن البيوت تخضع لكفالة وصيانة الشركات المنفذة لمدة سنة للأعمال المدنية وسنتان للأعمال الكهرباء والميكانيك. وقالت المؤسسة أن الشركات المنفذة للبيوت ملزمة بتعديل الملاحظات وإصلاح أي خلل طبقا لشروط العقد بينها وبين المؤسسة. تسوية 8 ملفات توظيف للعاملين بوزارة التربية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أصل 23 ملفا تم طلب التدقيق عليها. إجراء تم من خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جاء لإجراء بعد قيام 5 من المعنيين باستكمال مسوقات التعيين وإلغاء ملف بسبب الوفاة وتعديل جنسية حالتين إلى الجنسية الكويتية. وأكد الجهاز أن الباب لا يزال مفتوحا لإعادة تعيين 10 آخرين في حال قيامهم بتصحيح بياناتهم. شددت السعودية على قرارها وقف مساعدة تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان. جاء ذلك بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار البيان إلى تصريح سابق حول تاريخ المملكة بتقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية والتي كان للبنان نصيب وافر منه. في اليمن قتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي وصالح وجرح العشرات بغارات جوية للطائرات التحالف استهدفت تجمعا لها في منطقة غافرة في مديرية الظاهر غرب محافظة صعدة، كما استهدف مواقع أخرى في مديرية سحار القريبة من مدينة صعدة. وفي صنعاء تواصلت الاشتباكات بمختلف الأسلحة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم وتحديدا في بلدة المدراج وبران شمال العاصمة صنعاء، مع تقدم الجيش والمقاومة نحو آخر التحصينات الجبلية للميليشيات فنجيل بن غيلان شرق مديرية بني حشيش. إلى سوريا، حيث أكد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو أن الضربات الروسية أكبر عائق أمام وقف إطلاق النار في سوريا، ولفت إلى أن العمل البري في سوريا غير مطروح الآن، ويجب مشاركة جميع دول التحالف في أي عملية برية مستقبلية. شركة المشروعات السياحية عادت افتتاح أبراج الكويت معلنة انتهاء عمليات الصيانة الفنية اللازمة عبر تطوير وتحديث الديكورات الداخلية والواجهات الزجاجية، وذلك لتبقى هذه الأبراج معلما تاريخيا ورمزا وطنيا حصريا، حسب ما أكد المدير العام للأبراج مبارك العنزي في تصريح له على هامش حفل الافتتاح. وأضاف أن عمليات التطوير تأتي في إطار سعي الشركات إلى تطوير القطاع السياحي. نعلن اليوم جاهزية أبراج الكويت كمنشأة كمعلم من معالم الكويت. تم يعني الأمانة قد يعني الإخوان قدموا إنجاز لا مثيل له، ترى كل التجديدات كل الترميمات اللي قاعد تشوفونها كل التغييرات هذه ترى تمت في خلال شهرين، ما هي في 4 سنوات الناس يمكن فاهمة 4 سنوات أغلقت تم العمل فيها، لا هذا الإنجاز قدم في خلال شهرين. الأمانة ما بي يعني أنسى اسم أحد، الكل عمل على إنجاح هذه المعلم اللي هو واجهة البلد اللي هي أبراج الكويت. اليوم نقدر نقول لكم المطعم جاهز، الكافيه جاهز، الكرة الكاشفة جاهزة.
كشف النقاب عن الطراز الأحدث، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. في غرفة التجارة والصناعة انطلقت فعاليات ملتقى رجال الأعمال، والذي يقام على هامش معرض الكويت التجاري الدولي بمشاركة 25 دولة. وأكد المشاركون أن الخطة الإنمائية في الكويت ترتكز على تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ويعول عليه في تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات. ترتكز خطة الخطط الإنمائية لدولة الكويت لرؤية صاحب السمو أمير البلاد. الخطة في هذه الرؤية مرتكز في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. الكي وورد هنا جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. هذه الكلمات والعبارات التي وردت في النطق السامي لصاحب السمو توضح بالأصل رؤية دولة الكويت فيها بأن يكون القطاع الخاص هو الذي يقود النشاط الاقتصادي في دولة الكويت. أطلقت شركة عيسى حسين اليوسفي وأبنائه تلفزيونا جديدا من شارب ذا نسبة وضوح عالية تقدر ب8000 بيكسل، ويعتمد على نظام الأندرويد في التشغيل، كما أنه مهيئ لتشغيل خدمة نتفليكس، ويوفر خدمة التحدث مع التلفاز من خلال جهاز التحكم الذكي، والذي يمكن مستخدمه من إعطاء الأوامر للشاشة ليقوم بعمليات البحث على الإنترنت. الرب وهب لنا أذنين وفما واحدا، ولسوء الحظ كثير من الناس يتكلمون أكثر مما يسمعون، ولذلك علينا أن نصغي إلى زبائننا وعملائنا أكثر مما نتكلم، وهذه رسالتي لكم اليوم. أهلا بكم في حفل إطلاق منتج جديد من ماركة شارب 8K Resolution Television في السوق الكويتي. وقد قررنا مع شريكنا عيسى حسين اليوسفي إطلاق التلفزيون الجديد من شارب، وبدأنا عملنا في الكويت عام 2007، ووضعنا وقت ذاك خطة قوية لاختراق السوق ووضع شارب في موقعها المميز. كشفت شركة عبد العزيز عبد الوهاب لمطوع النقاب عن الطراز الجديد من سيارة فولفو في فعالية نظمتها تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، وأطلقت خلالها عروضا مميزة بأسعار مغرية على السيارة الجديدة XC90. وها نحن اليوم نزيح الستار عن إحدى إبداعات فولفو، وهي السيارة XC90 الجديدة كليا، حيث تأتي بتصميم داخلي متميز وشاشات بنظام اللمس لسهولة التعامل مع تقنية السيارة، وتصميم خارجي بديع يميز سيارة فولفو دون غيرها. بالإضافة إلى ذلك، وبمناسبة الأعياد الوطنية، سوف نحتفل معكم اليوم إن شاء الله بتقديم عروض غير مسبوقة على سيارات فولفو XC60. كأس الصلاة بقبضة الداخلية، تفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفصل. توج فريق وزارة الداخلية بلقب دور الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم داخل الصلاة بفوزه في المباراة النهائية على فريق وزارة الدفاع بالركلات الترجيحية، ختام فعاليات البطولة التي نظمتها إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة، في تقرير للزميل أحمد العنزي. درع دوري كرة القدم للصلاة في قبضة فريق وزارة الداخلية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن انتزعه من فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية في ختام دور الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة الصالات. للموسم الثالث على التوالي نحصر البطولة، هذا دعم سيدي معالي وزير الداخلية وسيدي فريق وكيل وزارة ومجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تتويج هذا الفريق. أصبحت فريق داخلية متخصص في قدم الصالات، والحمد لله على السنة الثالثة فريقنا رغم عدم وجود احتياط
وكبار في العمر لكن دين في العتاي مثل ما يقولون. فرحة كبيرة، منافسة قوية مع أخواننا في وزارة الدفاع، لكن لله الحمد يعني فريقنا وصل المباراة نهائي وحقق النتيجة، ونقول مبروك للجميع، وهذا فوز لرجال الداخلية كلهم، ونهدي إلى سيدنا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية فريق سليمان فهد. فريق وزارة الداخلية حافظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بتفوقه على فريق وزارة الدفاع بالركلات الترجيحية بخمسة أهداف لأربعة بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما في مباراة دراماتيكية كانت متكافئة بين الفريقين لم يعرف الفائز بها حتى الاحتكام للركلات الترجيحية. أهدي الفوز المعالي وزير الداخلية سيدي معالي وزير الداخلية الشيخ محمد خالد ومعالي وكيل وزارة فريق سليمان الفهد، أهديهم هذا الفوز، واللواء فيصل سنين رئيس اتحاد الشرطة الرياضي وإخواني أعضاء مجلس الإدارة، نهديهم هذا الفوز وهذه البطولة، وإن شاء الله دائما في البطولات، والحمد لله أشكر اللاعبين على جهودهم وجمهورنا طلبة الكلية ما قصروا، والحمد لله على كل حال وفضله. ما كان ودك تلعب هالحماس؟ طبعا ودي ألعب أكيد، ما في شك ودنا نلعب ونشاركهم، لكن عاد على قولتهم لكل زمان دولتهم الرجال. أبارك الجمهور اللي جاينا الله يعطيه العافية، أبارك لاعبين إخواني اللي أدوا مجهود يشكرون عليه، أبارك الجهاز الإداري والفني وأعضاء الجمعية اللي ما أعطوا اتحاد شرطة يعطيهم العافية ما قصروا معنا. اللاعب المحترف لعب دورا كبيرا في حسم اللقاء لصالح الداخلية بغياب المحترف عن الفريق الخاسر وسط تشجيع حماسي من قبل الجماهير. كان معهم محترف اللي فرق وياهم، محترف برازيلي يلعب نادي العربي، سوينا اللي علينا، كان ودنا نفوز ان شاء الله، كان ودنا نفوز ونسوي احسن من كذي ونقدم احسن من كذي، بس والله صراحه يستاهلون ركلات الجزاء، تدري ركلات حظ، يا انك تفوز يا انك تخسر. في البدايه كنا احنا متقدمين، كنت متوقع ان يجيبون هدف التعادل، بس الحمد لله مسكنا يعني اللعب، تقدموا علينا بهدف، جبنا تعادل، وربي لك الحمد تسهلت المباراة، وصلت لضربات الجزاء والحمد لله توفقنا. ختام مميز لدور الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنظيم أميز للهيئة العامة للرياضة والتي تهدف لنشر اللعبة لكافة شرائح المجتمع والقطاعات في مختلف الألعاب. أحمد العليزي، الرأي. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.